ايه الوضع بالنسبه للسيدات المتعايشين مع الاتش اي في؟ الحقيقه ده سؤال في منتهى الاهميه، والاهميه بتاعته تيجي لو احنا طلعنا على الارقام العالميه بالنسبه للاتش اي في، هنلاقي انه دايما الارقام اللي تخص السيدات تكسر 50%، اكتر من 50% اصابه، اكتر من 50% اصابات جديده، اكتر من 50% وفيات لها علاقه بالاتش اي في، لدرجه ان هم بره بيقولوا ان ده ايبيديميك اوف ويمن، اللي هو يعني وباء السيدات. ودي حاجة الحقيقة وضعها مختلف في المنطقة بتاعتنا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن أعداد السيدات المصابات بالـ HIV أقل بكتير من الرجال، ولكن الحقيقة أنه الأرقام برضو الحديثة بتحذرنا أنه الأرقام بتزيد داخل السيدات، وده ممكن حتى يكون بيحصل جوه إطار الزواج من نقل العدوى من الزوج اللي هو ممكن يكون بيتعاطى مخدرات أو عنده أي علاقات أدت أنه هو يحصل له إصابة وبالتالي ينقل العدوى للزوجة بتاعته. المهم في هذا الامر انه السيده المتعايشه مع الاتش اي في هو عندنا فيه كذا نقطه فيها في منتهى الاهميه. النقط اللي لها علاقه باختيار الادويه اللي هتكون مناسبه ليها عشان توصل لعد فيروسي غير مقروء يجعلها غير ناقله للعدوى لابنائها في المستقبل، لان دي حاجه مهمه جدا لمنع نقل العدوى في المجتمع وعشان خاطر يبقى فيه عندنا في المستقبل اطفال اصحاء. النقطة الثانية كمان لها علاقة بالخيارات المتاحة ليها بالنسبة للصحة الجنسية والصحة الإنجابية والأدوات اللي ممكن تستخدمها في أدوات منع الحمل. دي كمان لازم بيتم فيه تنسيق ما بين الأطباء بتوع النساء والأطباء اللي هم بيتعاملوا مع الـ HIV بحيث إن احنا نختار الأدوات المناسبة ونتقي أي فرص إن يكون فيه تفاعل دوائي ما بين الحاجات الهرمونية وبعض الأدوية أو أي شيء بنتعامل معاه. الحقيقة كمان إن احنا مهم جدا يعني نؤكد على إنه السيدة المتعايشة مع الـ HIV إذا كانت بتاخد العلاج بتاعها وإذا كان العدد الفيروسي عندها غير مقروء بينخفض احتمالية نقل العدوى منها لأبنائها من 25% إلى أقل من 4%. وده عندنا يعني يخلينا حريصين جدا إنه أي سيدة في سن الحمل والولادة وعندها أي خطورة إصابة نتم فحصها عشان نقي كل الجيل الجديد ونحميها هي كمان شخصيا. والحقيقة إنه ده يعني فرصة إن احنا نشكر طبعا الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية على وجود المبادرات العظيمة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية زي مبادرة فحص المرأة ومبادرة صحة المرأة وفحص المرأة والجنين، ان احنا نوفر لكل السيدات الحوامل الفحص لفيروس بي وفيروس الاتش اي بي وفيروس السيفلس، ان ده فعلا بيقي كل الاجيال الجديدة من الاصابة وبيحمي كمان الاجيال الحالية ان هم يقدروا يبقوا بياخدوا العلاج بتاعهم يبقوا عايشين في صحة جيدة ويمنعوا نقل العدوى لاي افراد اخرين في المجتمع.